مع الحدث. مع الحدث، وهذه المرة نتجه إلى حدث شبابي، ملتقى الإبداع الإعلامي الذي يحمل عنوان الإعلام والشباب. يقوم بتنظيم هذا الملتقى اللجنة الوطنية للشباب وجامعة السلطان قابوس ووزارة الإعلام، مجموعة طبعا من الاستطلاعات ومجموعة كذلك من الفعاليات المقدمة في هذا الملتقى، وكلها تتحدث عن وسائل الإعلام. معنا في هذه الدقائق الأخت منى بنت محمد آل فنة من اللجنة الوطنية للشباب. أخت منى، صباحك خير، أهلا وسهلا. صباح الأنوار، كيف الحال؟ الحمد لله. وكيف الاستعداد للملتقى؟ والله الاستعداد الحمد لله على خير بإذن الله، ومتأملين طبعا المشاركة الفاعلة من الشباب بصفة عامة والإعلامية بصفة خاصة. رائع. البداية ستكون تمام العاشرة أتصور أخت منى؟ طبعا هو بيكون في بداية العاشرة تحت رعاية الدكتور عبد الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بيكون تحت رعايته، وبتكون في ضمنها العديد من الحلقات النقاشية. نعم. التي ستثري الشباب من الناحية الإعلامية. إذن هو سينطلق تمام العاشرة تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وطبعا بيكون في يعني متحدثون من جهات مختلفة، راعينا أن يكون فئات متنوعة لترى مقترحات وآراء وأفكار الشباب وتناقشها. طبعا في استضافة للساعات المكرمة منى محفوظ المندري والإعلامي يوسف الهوتي اليوم طبعا مع البداية، بتكون في طبعا استضافة للمدير الاتصالات الاجتماعية مؤسسة الزبير إبراهيم السالمي والمذيعة خلود العلوي، وطبعا بتكون في إدارة الحوار من قبل هدى حمد الكاتبة الإعلامية. نعم. الفقرات إن شاء الله بتكون الإعلام العماني بعيون الشباب، بيكون في استعراض لنتائج الإعلام العماني بعيون الشباب، طبعا هذا نتيجة استطلاع قامت به اللجنة الوطنية للشباب في بداية شهر مايو هذا السنة، وطبعا خذوا عينة من الشباب العماني آرائهم وبالنسبة للإعلام وكيفية تطويره طبعا بين الإعلام القديم نوعا ما والإعلام الإلكتروني تقليدي على السوشيال ميديا اللي هو المواقع التواصل الاجتماعي. نعم. طبعا بتكون في اليوم القادم إن شاء الله حلقة نقاشية عن الإعلام الرياضي بين السياسة والاقتصاد، بتكون في مناقشات مثرية بالنسبة للشباب، وبعد ذلك بتكون في أيضا حلقة نقاشية رابعة اللي هي خاصة بالإعلام الجديد، منابر جديدة تغير المشهد. طبعا احنا نستدعي انتباه الشباب واهتمامهم للمشاركة في هذا الملتقى، لأن الملتقى الإعلامي يناقش الإعلام آلياته ووسائله وطريقته وكيف تطويره. طبعا التركيز المهم هنا في هذه المرحلة هو الشباب. اللجنة طبعا بذلت جهد كبير في استطلاع الرأي، ركزت على أن الحوار يكون في نقاش يثري فئة الشباب. طبعا تركيزنا أن يكون في مشاركة من شباب للجامعة. طيب، على ماذا ارتكز هذا الاستطلاع؟ يعني أبرز المحاور مثلا اللي كانت في هذا الاستطلاع أو الأسئلة أو استفهامات دعينا نقول؟ والله كانت الاستطلاع ينظر لعدة جهات، طبعا الوسيلة اللي تشاهد فيها الإعلام والخبر والحدث بالنسبة للمحليا ولماذا تفضلها طبعا، وهل المواقع التواصل الاجتماعي يعني من المواقع اللي يتأكد عليها الشاب العماني هل يفضلها أو لا يفضلها. طبعا في فئات مختلفة شاركت في الاستطلاع وهي أغلبية من فئة الطلبة، طبعا بنسبة ممثلة 57.6 من الطلبة من الفئة الشباب المشاركين،
57.6 عفوا ماذا؟ من فئة الشباب. من فئة الشباب. الشباب نعم. الطلبة اللي هم طلبة وزارة التربية والتعليم من عمر 15 إلى حد عمر 26، وطبعا فئة طلبة مؤسسات التعليم العالي. طبعا في هذا الاستطلاع استطلعنا واقع متابعة الشباب لمواقع التواصل، متى يتابعوا وكيف يتابعوا ولماذا يتابعوا. واليوم سيتم الكشف عن هذه الاستطلاعات بإذن الله. اليوم بيكون الكشف عن هذه النتائج، ستعرض طبعا وبتكون في توصيات ترفع الجهات الاختصاص وتناقش من خلال الحضور. طبعا حضور وزارة الإعلام ورئيس الهيئة بيكون يعني الحوار بهذا الجانب مثري، بالإضافة لطلبة قسم الإعلام في وزارة في جامعة السلطان قابوس. نعم. إذن طبعا الدعوة مفتوحة لجميع الشباب للحضور والمشاركة وإثراء الموضوع. نؤكد فقط على الموقع في جامعة سلطان قابوس، من يود الحضور في قاعة رقم 1 إن شاء الله. قاعة رقم 1 طيب، والانطلاقة إن شاء الله ستكون تمام 10 لملتقى الإبداع الإعلامي الإعلام والشباب. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله أخت منى في هذا الحدث، ولكل شبابنا اللي يصنعوا كذلك هذا الحدث. شكرا جزيلا على وجودك معنا. الله يسلمك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لأخت منى بنت محمد الفنا، عضو اللجنة الوطنية للشباب، وتحية شكر كذلك لشبابنا في اللجنة الوطنية للشباب، ويعني الشباب في الجامعة جامعة سلطان قابوس وكل القائمين على هذه الفعالية. شكرا جزيلا. شكرا. إذن كل التوفيق أكيد في النهاية، يعني النتائج التي سيتم الكشف عنها نتيجة هذه الاستطلاعات سيتم ربما الإعلان عنها ضمن حتى مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم صباحا كانوا الشباب يتبادلوا طبعا التأكيد على موضوع هذه الفعالية وحضورها، ووجود هذه الاستطلاعات هي مهمة جدا. ساعتنا 8:51 دقيقة، بعد دقائق من الآن أيضا سينطلق مؤتمر عمان العقاري 2014 في قاعة مجان بفندق قصر البستان، وستقوم قناة عمان مباشر تلفزيون سلطنة عمان على نقل هذه الفعالية على الهواء مباشرة، بإمكانكم متابعتها. صباحاتكم خير، صباحاتكم همم شبابنا دائما. ترقى الأنجمان.